مكونه من 30,000 كلمه مشكوله من ضمن المدونات اللي متاحه على نيمبلاد وجرى اختبار على 30,000 كلمه على نصف مشكوله وصرح من نتائج تقريبا على مستوى الحروف مثلا ذاكره ايرور يعني ذاكره مستوى الدقه الصحه 91% من الاحرف تشكيله طلع صحيح ضمن نتائج الاختبار هذا اللي ما بعرف على قديش كلمه يعني تدريب النظام على 30,000 كلمه اختبار اختبر على مجموعه من صغير مشكله ما عندي معلومه عن الحجم ولكن تبين انه هي بحدود 92% على مستوى الحروف النتيجه دقيقه. فاذا الخلاصه انه في منهجيات طبعا في منهجيات اخرى يعني ما بتطور انه الوقت يفتح لنا نحكي عنها. في منهجيات اخرى اعتمدوا منهجيات الترجمه الاحصائيه نفسها تحلي انتقال النص مثلا باللغه العربيه الى نص باللغه الانجليزيه منهجيات احصائيه الى تعمل نماذج للترجمه من لغه الى لغه فطبقوا نفس النماذج هي ولكن بين نصوص مشكوله ونصوص غير مشكوله حتى يحاولوا يعملوا ترجمه اليه من نصوص غير مشكوله لنصوص مشكوله كمان. اذا هالمنهجيات هي يعني موجوده في منهجيات مختلفه في منهجيات تعتمد الترانسديوسر مثلا اللي شفناها او مثل الاوتومات يعني نمذجه اللغه منهجات مختلفه للتشكيل على النصوص العربيه. اغلب الابحاث تستخدم المنهجيه الهجينه ذكرنا ببدايه الجلسه انه في عندي منهجيات لغويه بحثه لنقول ومنهجيات احصائيه بحثه ولكن اغلب المنهجيات الحاليه تعتمد دمج المنهجيتين مع بعض طبعا انه يعني رح تعطينا نتائج افضل. فباعتبار انه هالابحاث المنهجيه الهجينه تستدعي الان بالامر عمل على المدونات لاستنتاج احصائيات افضل يبقى انها مدونات تغطي اللغه يعني الجولدن ستاندرد تبع اللغه. لا يكفي الاهتمام اذا ببناء تشكيل الي جديد لابد من بذل جهود لمدونات كبيره الحجم ومشكوله تضم نصوص مواضيع مختلفه بضمن مختلفه وتحت المدونات المعياريه لتقييم نظم تشكيل الالي. طبعا هلا في يعني في توجه من الاليكسو بانه يتم فتح احد المشكلات الاليه يعني وجعل مفتوح المصدر من قبل المشكلات الاليه الموجوده حاليا من بين المنهجيتين الخاصتين ياض الشافعي والعز الدين المزوعي وفي منهجيات اخرى ايضا تشارك فرح يعني نشوف انه منهجيه هي الافضل ويتم فتحها لتكون منهجيه تحت المنظر للتشكيل الالي على للعموم يعني. وحتى بنهايه السلايدات المراجع اللي ممكن تستفيدوا منها على معلومات اخرى عن النظم الحقيقه اللي ذكرت قبل السلايدات يعني كان بامكان مراجع نظم اخرى ولكن حبيت زودكم فيها لاحقا. هيك خلصت النظم المختلفه للتشكيل الالي. لا وشكرا على حسن لقائك يا دكتور دكتوره يعطيك العافيه واحنا يعني كثير تعلمنا لانه هذا موضوع ما كناش فاهمين كيف يعني كيف تمت الابحاث فيه موضوع تشكيل الآلة ومن المواضيع الصعبه كمان في اللغه العربيه لانه اذا تم تشكيل النكام فيعني هنا بتنحل صعوبات كثيره في اللغه طبعا نكام على
معنى الكلمات، يعني نحن نقدر نفهم المعنى اذا قدرنا نشكل بشكل صحيح، يعني حتى بتنعكس على المراحل المختلفه من المرحله النحويه والمرحله الدلاليه للمعالجه معالجه. في هناك بعض الاسئله. السلام تفضل. يعطيك العافيه دكتوره. يعافيك. بدي اسال بالنسبه للتشكيل، ممكن نعتبر موقع او الكومبينيشن للحروف مع بعضها آلية لحل بعض الاشكاليات، زي مثلا الشد بعد الالف الشمسيه، مثلا اللام الشمسيه، هل ممكن نعمل نمد هاي القاعدة لحروف تيجي ورا بعضها بحيث انه تساعدنا في حل الاشكاليات التشكيل؟ ايه هلا الخط شوي عم يقطع كان، بس كاني استوعبت شوي السؤال. السؤال هلا انت قصدك انه انا اذا في، لا ما في مشكله، يمكن انه هو عم يقصد انه اذا انا عندي معلومات مسبقه مثل الالف واللام، نعم انه رح تجي شده بعد اذا كانت احرف الشمسيه اللي بعد اللام، فقط هذا حيكون مع الحرف في شده، اذا هون في عندي انا معلومات مسبقه ممكن نضيفها. طبعا هلا هي اكيد انا في عندي اذا بتذكر اول طريقه حكيتها هي طريقه الشافعي، تاخذ التتابع الرباعي للاحرف بغض النظر عن شو هي الكلمه، يعني الالف واللام سواء كان حرف شمسي او قمري ما بتعطيني اي هنت على حركه الحرف اللي بعد الالف واللام، ولكن انا ممكن اضيف فوق فوق المعلومه الاحصائيه او فوق المعلومات الاحصائيه ضيف نمط من القواعد اللي بتعطيني انه انا اذا الالف واللام الف تعريف ورد بعد حرف من الاحرف الشمسيه، فهذا يعني انه احتمال انه هالحرف هذا يكون مشدد 100%، فانا برفع احتمال الحرف اللي بيجي بعد الحرف الشمسي اللي بيجي بعد الف والال تعريف. وفي عندي طبعا يعني في قواعد مختلفه ممكن انا اعتمد عليها لحتى ابني طبقه فوق الطبقه الاحصائيه ترفع لي من دقه المعالج الاحصائي البحث بهالحاله. اكيد في حدا استعمل قبل هيك طريقه من هالنوع؟ هلا هن في بتصور نسيت شو كان اسمه، بسموه بشكل آلي باعتماد القواعد، يعني بيضيف قواعد من نمط مثل ما انا اللام الشمسيه، من نمط مثلا عمر، من نمط مثلا شو كمان اللام او اي حرف اذا اجى قبل الياء مثلا اكيد بيكون مكسور، او اذا ايوه بيكون مكسور، ايوه هي اذا قبل الحرف المدي ايوه، فهذول كلهم يعني بيحطوا لهم قواعد، ولكن هي تكون يعني قواعد اضافيه فوق كتله ما، لانه هي لحالها لا تكفي، ما بتكفي يعني ايوه ما بتكفي لحالها، لانه انا ما فيني يعني فقط بالقواعد اني شكل كل الحروف بالكلمه. هلا في اذا بدك يعني كان في عندنا كمان احدى نظم التشكيل يعني اللي اعتمدت كمان طريقة، بس الطريقة كانت بتعتمد انه انا باخذ النص بحاول اني اعمل له تحليل صرفي وطقطق وصار بيعطيني كل احتمالات التاجات المختلفة مع طبعا هو بيعطيني تاج مع التشكيل تبع الكلمة باك والتر اذا كانت موجودة عنده، وبضيف بدي وعملنا قواعد او عملنا حلقة تعلم آلي بقواعد تقوم يعني بتحديد أنماط الكلمة، يعني مثل الطريقة الثالثة اللي شفناها بالبارت اوف سبيتش تاجينج، يعني عندي مجموعة نصوص اللي هي unsupervised learning على نصوص ما أنا مشكولة، ولكن قمت بتحليل صرفي لإلها وحددت البارت اوف سبيتش تاجينج المحتملين لإلها، وحاولت اني ابني نظام تعلم آلي لقواعد لاستنتاج
الاحتمال الصح من بين هالباك او سبيتش تاجينج، وبالتالي ممكن انا احدد التشكيل الموافق لها لاني اعتمدت يعني محدد صنف الكلام. يعني انا استخدمت بالحاله هاي القواعد لحدد صنف الكلام وبالتالي حدد التشكيل الصحيح للكلمه. اوكي شكرا دكتوره. دكتوره في كمان قواعدي ليست على مستوى الحروف وانما على مستوى البارد اوف سبيتش تاج ضمن النص. دكتوره في كمان سؤال من وليد. وليد تفضل. مساء الخير دكتورة. أهلا وسهلا. دكتورة لما حكينا عن الأرابيك تري بانك وشفت إنه هو المصادر بس زي كأخبار صح؟ بس يعني في مدونات منوعة، يعني هي فيها كثير شغلات باقتصاد ورياضة وصحة وما شابه، فهي يعني بشكل عام منوعة الأرابيك تري بانك. أنا أوكي عشان شفت إنه كان مكتوب كان للأخبار فكنت إنه بدي أسأل. إيه ما هي أخبار، يعني أخبار هي أخبار يعني شبكات إخبار، يعني هلا تفتح أنت على صفحات مواقع إخبارية بتلاقي فيه أخبار الصحة، أخبار الرياضة، أخبار ما هي أخبار ولكن يعني عامة، أخبار اقتصادية. أوكي ماشي، بس طب برضو إنه الشيء المشكول عندنا باللغة العربية بكفي إنه أعمل ليرنينج لكل احتمالات الأحرف الموجودة عندي كالشيء الموجود عندنا أونلاين عربي مشكل. هلا نقطتك أنت هالمدونات هي حتى اللي مدفوعة منها كافية لحتى تعطيني نتائج دقيقة؟ يعني تعمل 100%؟ لأنه تعطيني جميع الاحتمالات ممكن الأحرف اللي ورا بعض باللغة العربية بالحركات المختلفة اللي لها. ايه بس انا قصدي انت قصدك بالمتاحه قصدك بالفري ولا قصدك حتى المدفوع؟ لا لا بالفري. بالفري؟ هلا الفري يعني في مثلا على المكتبه الشامله في مجموعه كبيره من النصوص العربيه القديمه اللي طبعا مشكوله عاده بتكون في بالار دي اي، يمكن بشركه الار دي اي يعني كمان في مجموعه من النصوص المشكوله اللي فيك تنزلها، بس يعني لا ترقى لتكون هي تغطي اللغه، ولكن هذا اللي موجود. مشان هيك انا شددت بالسيشن الاخير باخر سيشن على انه يلزمنا مدونات مفتوحه مشكوله تساعد على، لانه مثل ما شفنا يعني المنهجيات الاحصائيه هي ضرورية كثير تفضل طبعا المنهجيات اللغوية لا التشكيل الآلي، فالإحصائي بيعتمد على مدونات مشكولة. نحن المدونات المشكولة المتاحة باللغة العربية معنا كثير يعني كبيرة. هلا نحن يفترض بخلال مشروعنا مع الأليكسو في عنا يعني مدونة عم نشتغل عليها مع دكتور معتز بالله سعيد من مصر، اللي هو طبعا اشتغل بدكتوراه تبعه على انشاء مدونه مشكوله كبيره، يعني نشتغل على جزء منها لتقييم المشكلات الاليه اللي ممكن تشارك معنا بهالمشروع هذا. فيعني شيء متاح، ما في شيء لنقول يعني يغطي اللغه ويكفي، ومشان هيك لابد من ايجاد سبل لانشاء مدونات مشكوله يعني كبيره تساعدنا على رفع من اداء نظم التشكيل الالي. شكرا دكتوره. اهلا وسهلا. طيب دكتوره كمان سؤال من سمر. ايه تفضلي. تفضلي يا سمر. مرحبا. كنت أسأل بس إنه إذا في كان نصوص موجودة يعني مشكلة باللغة العربية بحيث إنها تكون كافية لبناء سيستم ناخذ كل الاحتمالات زي ما أنت حكيت عن المدونة. إيه هو هي النصوص هي المدونة. أنا قلت إنه في مجموعة من النصوص يعني في النصوص على المكتبة الشاملة، في نصوص كتب باللغة العربية في الواحد يجمعهم ينزلهم مشكولة لأنه هي الكتب العربية قديمة، طبعا يؤخذ عليها أنه هي كتب عربية قديمة، يعني قصدي بتحكي باللغة القديمة يعني ما فيها بجوز الكلمات المستحدثة
على اللغة واللي صرنا نستخدمها أكثر بكثير من اللغة الكلمات القديمة، ولكن هي متاحة ومتوفرة. في طبعا يعني في مخابر البحث، كل مخبر بحث فيه بتلاقي عنده مدونات مشغولة ولكن على نطاق ضيق. يعني ربما لو استطعنا أنه نجمع هالجهود اللي بين المخابر البحث اللي عم تشتغل بشكل شخصي، نقدر نكون مدونة تساعدنا مثل ما قلنا برفع أداء النظم. بس يعني في أنا يعني في أنا بعرف إنه موقع الأرض دي آي في عندهم مدونة مشكولة، يعني حتى ما زلت عندي يعني، بس يعني ما أنا مدونة كتير كبيرة، ولكن يعني هي تبقى مدونة صغيرة يمكن الواحد يعني يعتمد عليها في اختباراته الخاصة. آخر سؤال من فاتح. تفضل فاتح. يعطيك العافية دكتورة. الله يعافيك. أنا مالي بتسأل يعني هل في مجال إن كل هاي الطرق نجمعها في طريقة واحدة، نعمل هايبر من كل طريقة من الطرق نستفيد من الأدفانتجز منها نحطها في طريقة واحدة، يعني نأخذ طريقة الأوزان ونأخذ الطرق الثانية ونأخذ الاستاتستكس ونحطهم كلها مع بعض ونطلع بطريقة نستفيد منها؟ هلا هلا يعني يعني هي اكيد لو تعمل طريقه تاخذ يعني فيك تعمل اصلا تفاضل او تكامل نقول بين الطرق الثلاثه، يعني فيك تاخذ الست طرق شو بيعطيك يعني افضل حل نقول من هالطريقه او هالطريقه، او اذا اعطاك حل فتحه هون وفتحه هون وكسره هون فبتقول انه الفتحه اعلى احتمال نقول او الافضليه اكبر. هلا هي منهجيه زيت توني إذا لاحظت هي منهجية الماكسيموم إنتروبي بيحاول يضيف فيها سمات مختلفة، فبإمكاننا حتى نضيف على يعني أنا بتصور إنه بإمكاننا نضيف على منهجية توني حتى قضية الأوزان. يعني أنا بضيف مثل ما ضاف السمات المفرداتية والمقطعية والباد أو سبيتش تاجي، بضيف سمات الأوزان عليها. هلا هي متضمنة يعني قولا واحدا متضمنة جزء من السمات اللي موجوده بمنهجيه الشافعي، لانه هي تاخذ نافذه من محارف حوالين الحرف اللي انا بدي اعمل له تشكيل، فهي تاخذ ضمنيا الاربع محارف قبل منها والاربع محارف اللي بعدها، او ما عندك قديش سعه النافذه بتصور انه 8 يمكن 8 اربع بعدها تاخذ تشكيلات فهي متضمنة جزئياً فيها هذا، ولكن هي ممكن أن يوسعها بحيث تأخذ بعين الاعتبار الأوزان، يعني تتصور أنه ممكن تعطينا نتائج جيدة. يعني حالياً دكتور ما في دكتور ما في شغل حالياً بهذا المجال التجميع بين الطرق حالياً؟ هلا أنا الشغل اللي بعرفه اللي على حسب معلوماتي آخر شيء بال 2011 دكتور عماد زيتوني يعني أعطانا هال يعني قدمنا بالوركشوب اللي عملناه بالمعهد العالي بدمشق نتائج بحثه هذا، وكمان كان السيد عبد الدين مزروعي كمان قدم يعني قدموا نتائج بحثهم بهالمجال هذا الاب تو ديت اللي عندي حاليا عن نتائج الشغل الناس عم يشتغلوا. هلا كمان نسيت اذكر في عندنا كمان بجامعه كولومبيا في نزار حبش كمان عم بيشتغل على في عنده نظام المادة اللي هو مورفولوجيكال انكريتيزيشن فور ارابيك، كمان بيشتغل على طبعا شيء شبيه ب عم زيتوني بيستخدم نمط اخر منهجيه احصائيه اخرى هي السبورت فيكتور ماشين لحتى يجمع كمان سمات مختلفة ويعني يكامل فيما بينها ضمن النظام الإحصائي تبعه. ففي يعني في ناس عم تشتغل، ولكن يعني هي أنا حاولت أحط المنهجيات اللي كتير عامة. طبعاً في ناس عم تشتغل بطرق مختلفة، حتى في ناس اشتغلوا على العربي والسريالي يعني طبعا هم اعتبارهم لغتين شبيهتين ببعضهم، بيستخدموا طريقه الكونسترينت يمكن ماركوف موديل يمكن او هيك شيء، كمان نتائجهم جيده. يعني في ناس عم تشتغل ولكن بطرق مختلفه، يعني
تصب بجوز بهالطرق العامة اللي أنا ذكرتها. ماشي دكتورة، شكرا لك. شكرا شكرا. طيب دكتورة احنا متأسفين بجوز أخرناكي، شكرا كثير إليك. أنا أخرتكم بجوز بعد الخمسة. لا مش مشكلة، هي آخر محاضرة بالفصل، يعني الخميس الجاي عندهم امتحان الفاينل في في هذه المادة. ويعني احنا كثير كنا سعيدين، يعني كان معانا احنا الدكتور عماد زيتوني، كان معانا أستاذ كريم وزوبة، كان معانا الدكتور لمياء بالغيت بهذا الكورس، كان معانا عنا الكبير حنا هون من الجامعة، عميد كلية الآداب بيشتغل في اللسانية الحاسوبية، كان يشرح لنا. إن شاء الله احنا كل هاي المحاضرات حنحطها أونلاين للاستفادة للأمة العربية إن شاء الله، وإن شاء الله يعني ما بنتهيش يعني اتصالنا عند هذا الكورس، بس بنستكمل إن شاء الله عبر أبحاث مشتركة وعبر زيارات مشتركة إن شاء الله قريبا، وسوريا يعني تتشارك إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. نتمنى نحن نتعاون معكم على جميع الأصعدة. الله يخليك دكتورة. طبعاً إحنا عنا بجزء حكينا لكم، عنا كمان مشروع الانتولوجيا العربية، في عنا كثير من الداتا، في من مشكل وفي من مش مشكل، وقاعدين الآن في صدد يعني طباعة رقمنة أو ديجيتايزنج لكل المعاجم تاعت اللغة العربية على اطلاقها، يعني ماشيين في مشروع صرنا حوالي 70 قاموس لحد اليوم، ودمجها في داتا بيس وحده يعني، والله ممتاز. وكل شيء عندنا احنا اوبن سورس، فيعني ان كان ان شاء الله نستكمل كلامنا بكل هاي الاشياء ممتاز. يعني فينا نعمل جهود مشتركه لحتى نزود المعجم العربي التفاعلي بهالمعلومات اللي عندكم، ممكن ان شاء الله يصير متاح للعالم ان شاء الله. شكرا كثير يا دكتور، مع السلامة.